تعال احكي لك كده شوية قصص ظريفة لطيفة في السريع. اللي قدامك ده حارس منارة عادي جدا، بس اللي مش عادي ان الراجل ده دخل موسوعة جينيس كأكتر انسان اتصعق من البركة في التاريخ. روي سوليفان حارس الحديقة الدولية في ولاية فيرجينيا، اللي بالمناسبة كمان مات منتحر وعنده 71 سنة سنة 1983 عن طريق ان هو ضرب نفسه بالرصاص. كل ده لمجرد ان هو حب واحدة، والواحدة دي قالت له خلينا اصحاب احسن. اول مرة اتعرض للصعق فيها سنة 1942 وكان طفل في الوقت ده، ثم بعد كده تولد الصعقات سنة 1969 و1970 و1972 و1973 و1976، واخر صعقة كانت في عام 1977. الامبراطور نورتون. نورتون كان مواطن عادي من سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، لكنه سنة 1859 اعلن نفسه كده من نفسه ان هو امبراطور الولايات المتحدة الامريكية وحامي حمى المكسيك. والله زي ما بقولك كده. بس في يناير 1867 قامت الشرطة العدلية باعتقال جلالته بعد ان اكتشف ان هو بيتلقى علاج بسبب اضطراب عقلي حاد، وبعد كده تم اخلاء سبيله والاعتذار منه. لينا ميدينا. سنة 1939 أب جاب بنته مستشفى في بيرو عندها 5 سنين، وقال إن عندها ورم غريب في بطنها، وده لأنه وداها المشعوذ قبل كده وقال له إن الشيطان وضع لها تعبان ضخم داخل بطنها. لكن بعد استشارة بطنية تبين إن الطفلة كانت حامل. استدعى الطبيب والد الطفلة واتصل بالشرطة واتهم أبوها إن هو اغتصبها. ولكن بعد وقت قصير ونظرا لعدم كفاية الأدلة تم الإفراج عنه، وبكده تكون أصغر أم في التاريخ عن عمر 5 سنين، وتسمى البيبي اللي كان في بطن البنت على اسم الطبيب المعالج. وعاش الطفل ده وتوفاه والله وعنده 40 سنة، وهي لينا لسه عايشة لحد دلوقتي داخل المستشفى. جوليا باسترانا. قال عنها عالم الطبيعة الشهير تشارلز داروين انها كانت امرأة رائعة بشكل ملفت، وكانت تعاني من اضطراب وراثي، وده اللي خلى جسمها ووشها كله يتملي بالشعر زي ما انت شايف كده. واتولدت جوليا في ولاية سينالو بالمكسيك سنة 1834، وبعد كده اكتشفها سيودور لينت في الولايات المتحدة واقنعها انها تتجوزه. وبعد كده اكتشفت ان هو اتجوزها عشان يعمل بيها عروض في السيرك تحت اسم اقبح امرأة في العالم.